خطوة قد يعبر فيها الأسر الصرفوية الفاسدة وإداريين كما قلت على الاستياء ديالهم. سياسة المسؤولية، سياسة التماطل، سياسة استنفاذ الجهد. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى غادي نقولوا فيها كامل المسؤولية. والشعب المغربي اليوم كله شاهد وكله يعترف بمشروعية المطلب ديال هاد الأطر التربوية، مشروعية الإدماج الوظيفة العمومية، حق كل الشعب هاد الوظيفة هذه. شارك النصر الأطر، شارك النصر الأطر، وخسرت عليهم الدولة الملايين. خطر، التعليم في خطر.